لكن ايضا يعني حقيقه دعم، انا قلناها يمكن بالامس، يعني دعم محمد بن سلمان سمو ولي العهد يعني بالتاكيد كان دعم يعني له قيمه وله قدر كبير عند اللاعبين، حتى اللاعبين تشوفهم داخل الملعب وهم يلعبون قدموا ملحمه كبيره جدا يسعد بها كل واحد سعودي ان يكون عنده هذا المستوى الفني الرفيع. حقيقه شكرا يعني لمارفك على هذا الاداء وهذا التميز، والرجل الحقيقي من بداية التصفيات رغم الانتقادات ورغم يعني المطالبات والأشياء الكثيرة اللي سببت له ضغوط، إلا أنه لا لم يباري بأي حاجة واستمر على سياسته ومنهجه. الجميل جدا في معرفك أنه يلعب حقيقة، وأقوله بكل صراحة، يلعب وفق إمكانيات اللاعبين ليس وفق الفكرة اللي موجود عنده. هذه ما كل المدربين يمتلك هذه الملكة حقيقة. العمل الإداري الجبار اللي قدمه حقيقة طارق كيال وزكي الصالح وزملائهم كان عمل مميز حقيقة، عمل كبير قدمه أحمد عيد ومن قبل وأعضاء مجلس إدارة والاتحاد السابق كان عمل حقيقة مميز، وكان هو اللبنة الأولى حقيقة في اختيار المدرب وفي اختيار أيضا طبعا الأجواء اللي بدأ فيها المدرب مع بداية التصفيات. الاستمرار على وجود شخص معين حقيقة يعني بالمرحلة الانتقالية بين اتحاد واتحاد كان له دور كبير برضو بقضية الاستقرار، لكن الحمد لله والشكر هذا الفوز والتأهل لآسيا هو حقيقة حاجة يعني وسام على رؤوسنا، أنا أقول يعني قبلة على رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قبلة على رأس كل من يعني ساهم في هذا الإنجاز وهذه الفرحة الكبيرة اللي حقيقة عزتنا.